نوستالجيك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. التليفون دوك تم العثور على جثث متفحمه قلت لكم داخل موقع الانفجار. اعمده دخان سوداء كثيفه ارتفعت في سماء جابس بعد الانفجار الضخم اللي دفعت قوته الصهريجي لابعد من 200 متر عن مكان الحادث قبل ان يتمكن عوامل الحمايه المدنيه من اخماد النيران. رين يوسف كان كتب اللهم ارحم موتى انفجار جابس واشفي المصابين. مش من اليوم المجمع الكيميائي في جابس يقتل في ناسها. كان كبير يموت معذب، كان صغير يتولد باش يتعذب. قتلنا جهل المسؤولين قبل ما يقتلنا التلوث وقبل الانفجار. كلام مهم برشا قال وعجبني. لا قواعد سلامة مهنية، لا تقييم مخاطر، لا أجهزة انذار حريق، لا وسائل حماية فردية، لا جماعية، لا تكوين، لا مسؤولين، لا والي، لا تالي. اليوم ربي يرحمنا ما هزش بلاد، كملوا هكا اللي نمشوا أخضر ويابس واللي كربي يا جابس. مؤثر برشا. وزاد رينوس فحكي على المؤثرين التونسيين مشكورين اللي تفعلوا مع أحداث لبنان. هذه بالأحداث لبنان، هذه باللبناني وبالجيبسي. كثر خيركم والله لا يوريكم غيار بطبيعتكم. ما شفتوش، ما تكلمتوش، أثرتوش لأنستغرام لفيسبوك. كعبتين غاضتهم البلاد ولولادها اللي ماتوا، الباقي مش فاهمين حجم الكارثة. عادي باش تقولوا لبنان تلوث في جيبس، هذه فك علينا موضوع قديم ومستهلك وما يوكلش خبز. باش تقولي ما هي جيبس في خريطة تونس، لا فنان تحكي جهويات ما يجيش. يا سيدي نفهموكم، انسوا انه المجمع الكيميائي التونسي في جابس عنده سنين يقتل فينا. الانفجار اللي صار امس يا ناس رحمنا ربي ما هزش بلاد، موضوع كبير وصعيب. تعرفوا ايش معناتها انفجار في مجمع كيميائي؟ سامحوني ارجعوا لاحداث لبنان، احداث لبنان يمكن تستوعبوا. هاشتاج انا حزين، ثلاثه بيروت يا عيب الشوم. المهم مؤثر برشا الكلام، وعليها حبينا ناخذ رين يوسف ومعتها كفنان. كلام مؤثر وكلام في بلاصته، ونحكي خاصة على التناول الإعلامي والإنترنت للأحداث هذه. رين يوسف صباح خير. أخويا نوف نهار الدين، وصباح النور الناس كل تسمع في المزيك. مرحبا بك. الله يرحمهم وربي يصبر عائلاتهم. وما أحس بالوجع كلي اللي يعيشه معناها الناس كل باش تسمع الاخبار وتتعدى كيما هي اخبار عادي معناها الناس تتصرف معها، فهمت؟ الحق انا وجعتني برشا وديما راه قاعد نتوجع معناها من برشا حاجات كيما هيك. اما كهو من بلاصتي وجعتني الحكايه برشا انه ما حكوش. كانك انسان وتخاف ربي. كيما اليوم تحس على قطوس وغدو على كلب، راك بعد غدو على انسان وعلى جهه معينه وعلى ريت جابك اللي تعاني فيه اليوم. هي معناها حاجه من الحاجات هذوما اللي صاروا. المراه عندها 20 عام تعاني من برشا حاجات، مش كان المجمع مش كان المجمع الكيميائي معناها. صحيح، معناتها التناول الاعلامي وعلى الانترنت غريب. معناتها انت قارنت ويعطيك صحة مقارنه بين لهنا نحكي جانب الاعلامي. ابو بكر طبعا تحكي من بلاصتي يعني. اخويا نوفل اي معناتها اي اوتوماتيك مو باش يقابل لك لي زانفيونسور، صحفيين، فنانين، ممثلين، فهمت كيفاش؟ على الناس اللي نتبع فيهم واللي انطوري بيا اوتوماتيك مو هذوك هما اللي حكيت عليهم انا، فهمت؟ صحيح، معناتها كانه مجمع لبنان، احداث لبنان، توندونس، دوك الناس كل تواكب وتبارتاجي وستاتويات وفيروز وغيره. في جيبس فوالا احداث لبنان كما انت قلت، يعطيك الصحه، معبر برشا كلامك. وبالنسبه لاحداث تونس، ماتوا خمسه، جرحوا عباد، منعنا من كارثه في جيبس، ولا واحد تحرك. كيفاش نغزر الامور؟ اخر مره قول لي خويا نوفل، انا ديجا اخر مره كي صارت الكورونا كيفاش ضربت عدد كبير في جابس في الحامه وكل شيء، وحكينا على المجمع الكيميائي في خمسه دقائق، قلنا اللي راهو اللي صار في لبنان ينجم يصير في جابس، فهمت؟ شهرين التالي يدور لي الحكايه ولا ثلاثه شهور حكيت فيه الموضوع وتحلقوا. ومن بعد ما تعرف بالوقت الناس كل تنسى، واللي هكا لاي في مواضيعه هو معناها، فهمت؟ صحيح.
لو ربي قدر الخير ان شاء الله. ربي قدر الخير ان شاء الله ويعطيك صحة رين يوسف على الموضوع هذا اللي طرحته، ولازم نتحركوا اكثر، خاصة انه جيبس قاعدين يموتوا كل يوم، معناتها معنويا وماديا بالمجمع الكيميائي هذا، بالتلوث اللي صاير، وفما استهتار رهيب، فما بلايس منسية، فما بلايس ما يهتموش بها، فما بلايس المسؤولين يتعاملوا معاها بجو الفيسبوك، فمش يهجوا العبيد، فمش يتحركوا، خلينا نحكيوا، معناتها الحكايات غريبة وغريبة جدا.